الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير رؤية بصق الدم في المنام. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. حلم بصق الدم في المنام علامة على التخلص من الشرور. إذا رأى الشخص أنه يبصق الدم في المنام علامة على صفات سيئة وتفكير سلبيا. البصق في المنام للدم علامة على الوقوع في المحرمات. يمكن أن يدل بصق الدم في المنام على الحبس والسجن وضياع الأموال، والله أعلم. رؤية الشخص دم يخرج من الفم عن طريق البصق علامة على المشاكل الصحية والنفسية. إذا رأى الشخص أن الدم يخرج من اللثة فهو علامة على أخبار سعيدة سيحصل عليها. خروج دم من اللثة في المنام هي بشرى خير لصاحب الرؤية. رؤية خروج الدم الفاسد من اللثة هي علامة على الخير والبركة التي يحصل عليها صاحب الرؤية. تدل أيضا رؤية خروج الدم من اللثة على التخلص من الهم والحزن وزوال الدين، والله أعلم. رؤية خروج دم من فم شخص آخر علامة على كذب ذلك الشخص، ويجب الحذر من ذلك. إذا رأى الشخص أن هناك أحد ما يخرج الدم من فمه فذلك يدل على معاناته والمشاكل التي يقع فيها. خروج الدم من الشخص علامة على خيانته. خروج الدم من شخص معروف علامة على سمعته السيئة ويجب الحذر منها. إذا رأى الرجل أنه يخرج الدم من فمه فذلك يدل على الأموال الحرام. رؤية الرجل الدم يخرج من الفم وكانت رائحته كريهة فذلك يدل على ارتكابه الذنوب والمعاصي. إذا رأى الشخص أنه يخرج دم من فمه فهو علامة على الوقوع في المتاعب. إذا رأى الشخص أن الدم يخرج من الفم والأسنان فهو علامة على رزقه بالكثير من الأطفال، والله أعلى وأعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، ولا تنسوا قراءة سورة الملك كل يوم ليلا، فإنها المنجية بإذن الله عز وجل من عذاب القبر كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولا تنسوا قراءة كل يوم وردا من كتاب رب العالمين. يكفي أن يا أخوانا ختمة القرآن الكريم تساوي 3 مليون حسنة، ومش 3 مليون حسنة وبس، لا، و 3 مليون سيئة الله سبحانه وتعالى يكفرهم عن من يختم القرآن الكريم. وإحنا طبعا في زمن السيئات وكلنا دلوقتي ذنوب ومعاصي، فتخيلوا ما الواحد ربنا سبحانه وتعالى يكتب له 3 مليون حسنة ويمحو عنه 3 مليون سيئة. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الحسنات يذهبن السيئات، فما ظنكم بالقرآن الكريم؟ تنسوناش باب لايك وشير والاشتراك في القناة، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.